السلام عليكم طلبتنا الأعزاء بالمحاضرة السادسة لهذه السنة، إن شاء الله تكونوا تستفادوا من المحاضرات، إن شاء الله تلتقوها. مثل ما قلت لكم، أي سؤال عن أي محاضرة سابقة تقولوا لي رجاء، يعني أنا أحب تسألوني على مود أعرف أنه أنتم تدرسون المادة. المحاضرة السابقة شرحنا بيها، عرفنا مكونات المعالج، عرفنا شكو بيه الشريحة البنات مالتها اللي هي أطراف المعالج، فشرحنا كل واحدة بالتفصيل وموجودة تفصيلاتها مكتوبة كاملة نفس اللي شرحناها، وتطرقنا إلى المصدات البيانات والعناوين، وأكو اختبار بعدي أيضا حاولتوا إن شاء الله تكونون به. الآن راح نجي إلى المحاضرة اليوم، أسبوعنا محاضرة هذا الأسبوع اللي هو السجلات العامة والعدادات. السجلات ايش نستخدمها؟ نستخدمها للتخزين المؤقت للمعلومات، يعني أنا أحط بيها المعلومات بصورة مؤقتة، أستدعي من عندها، يجوز أخزن بيها النتيجة، أخزن آخذ من عندها إلى آخره. طبعا هسه راح نعرف أنه كل سجل له وظائف معينة، أكو سجلات تقسم السجلات إلى سجلات عامة وسجلات خاصة. من فوائدها كاتبة لكم إدخال المعلومات بالتوالي، إدخالها دوران المعلومات في أي اتجاه، وبالعكس إدخال معلومات توازي وإخراجها توازي وآخر إلى آخره. أهم شيء عندي المسجلات داخل المعالج نوعين، هي يا أما تكون مسجلات عامة الأغراض يا أما خاصة الأغراض. شنو الفرق بين العامة والخاصة؟ العامة تستخدم في الكثير من الأغراض وتؤدي أكثر من وظيفة، طبعا هاي تكون متاحة للمستخدم انه يكتب او يسجل، يقرأ من عندها او يسجل بها، تسمى General Purpose Registers. ثانيا اللي هي المسجلات الخاصة الاغراض اللي هي Dedicated Registers، هاي اداء غرض او وظيفة واحدة، يعني كل مسجل له وظيفة معينة ما يقدر يحيد عنها، ما يقدر يحيد عنها، والمستخدم ما يقدر لا يسجل بها ما يقدر يتحكم بها، انه هي مخصصه لهذا الغرض، فما يقدر يتحكم بها سواء القراءه او كتابه. معالج الدقيق اللي هو موضوع دراستنا لهذا السنه اللي هو الـ 8085، احنا قلنا هو معالج ذو 8 بت. من نقول ذو 8 بت يعني البيانات ما تشقد، قلنا ناقله البيانات 8 بت، معناتها عنده السجلات مالته سعه 8 بت، سعه 8 بت سجلات مالته. عنده ست سجلات عامه، عنده ست سجلات عامه اللي هي نرمزها بي سي دي اي اتش ال. لو نرجع الى رسم المحاضره السابقه، رسم المعالج هذا حياته، هذا شوفوها، هاي المسجلات العامه اللي قلت لكم عليها راح ناخذها بالتفصيل ان شاء الله. بي سي دي اي اتش ال، هاي ست سجلات عامه، قلنا ممكن انه اي المستخدم يتحكم يقرا من عندها او يكتب يسجل بها. السجلات الخاصه لا، مثل ما قلنا ما نقدر يتحكم بها. طبعا هاي السجلات مثل ما قلت لكم بهذا المعالج هي 8 بت، لان بيانات هذا المعالج هي 8 بت، فاذا السجلات ام 8 بت. زين، انا عندي مثلا عنوان الذاكره او اذا خزنا بسجل، زين عنوان الذاكره ايش قد؟ 16 بت، 16 بت. اذا ممكن انه ادمج سجلين واستخدمهم، مثلا HL راح يصيرون 16 بت، DE BC وهكذا، ممكن ادمج سجلين على مود انه كل سجلين هي BC صاير DE HL، فهاي ممكن على مود انه اخزن بها عنوان الذاكره اللي هو 16 بت. طبعا العدادات اللي تستخدم لعد النبضات الداخله، طبعا هاي عمليه العد يا اما نسويها تصاعدي او تنازلي، وطبعا انه خارج الاعدادات دائما يكون على التوازي. راح نجي الى اهم سجل عندي اللي هو سجل الماركم اكيوموليتر يومز له اي. هذا السجل مثل سكرتير المعالج، يعني اجتي بيانات من الذاكره وين تنخزن؟ اول ما تجي تنخزن بالماركم. زين، عندي عمليه حسابيه رقمين دا اجمع، لازم اول رقم يكون وين؟ بالماركم، وثاني رقم ممكن يكون باي سجل عادي، ممكن يكون من الذاكرة مباشرة جبنا وهكذا. إذا أي عملية حسابية لازم يكون الماركم الطرف الأول بيها. النتيجة مال العملية الحسابية وين تنخزن؟ تطلع بالماركم، ومن الماركم ندزها يا أما للذاكرة أو بوابة الإخراج. أي رقم يجي يا أما من الذاكرة أو بوابة الإدخال يكون وين؟ بالماركم،
يطب يلا تجوية عملية الحسابية أو المنطقية أو عملية نريدها. إذا أي شيء لازم يكون المالكم هو جزء من عنده. إذا أريد أجمع رقمين لازم المالكم بالبداية، إذا أريد النتيجة تكون بالمالكم بعدين أوديها إلى إخراج أو ذاكرة. إذا جبت الرقم يا إما أجيبه من الذاكرة أو بوابة إدخال لازم أفوته بالبداية بالمالكم، وهكذا. هذا هو سكرتير المعالج حياتي. طبعا عدد البتات اللي بي يساوي عدد خطوط مساوي البيانات اللي هي ناقلة البيانات، بما أنه هذا المعالج 8085 هو 8 بت، فإذا ناقلة البيانات 8 بت ومسجل المراكم يكون 8 بت. بعض المعالجات عندها أكثر من مسجل تراكم واحد، أكثر من مسجل تراكم واحد. المسجل الثاني اللي هو مسجل الحالة أو يسمونه الفلاج ريجستر، مسجل الأعلام، هذا مثل نشوة إخبارية. عندي نتيجة عملية حسابية أو منطقية قام المعالج بتنفيذها، زين، فمن هذا المسجل مثلا إذا كانت هاي النتيجة هي سالبة لو موجبة لو صفر وغير ذلك من الأخبار المفيدة. هذا المسجل إذا راح يحتوي مجموعة من البتات، كل بت هي عبارة عن فلاج اللي هي علم اللي هو يدل على حالة معينة، زين، في مجموعة الإعازات التي تعني حالة البرنامج PSW. راح نجي على الأعلام. عندي بالمعالج الدقيق 8085 خمس أعلام تصف لي النتيجة مال العملية حسابية. عندي رقمين جمعتهم الناتج، شلون يكون موجب أو سالب، هل هو صفر ولا لا، هل هو بعدد زوجي من الواحدات أو عدد فردي، بالضبط مثل ما قلنا يطلع لي نشوة إخبارية. هذا علم العلامة اللي هو يبين لي هل العملية هي موجبة أو سالبة الناتج. هذا يحتل المرتبة D7. يعني شنو؟ أنا عندي هذا هو الخانة مثلا هاي، نعم، هذا هو البتات 0 1 2 3 4 5 6 7 من D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 هو هذا D7 هو هذا D7 علم العلامة اللي هو إذا كان واحد راح نشوفه هو هنا يمكن موجود هذا. إذا كان نتيجة سالبة يحتل المرتبة مثل ما قلنا، هذا يكون واحد. إذا كانت النتيجة سالبة، نتيجة العملية الحسابية سالبة، فهذا يكون واحد. يعني أنا إذا شفته واحد هذا علم الثاني. أنا أعطيتكم مثال، قلت لكم جمعوا لي رقمين، يطلع رقمين أحط مسجل الحالة، أجي أحط آخر بت أشوف آخر بت إذا كان واحد النتيجة حسابية آخر بت واحد معناتها النتيجة شنو؟ سالبة. إذا كان صفر يعني النتيجة موجبة. فإذا كان آخر بت D7 من ناتج العملية يساوي صفر نتيجة موجبة والعلم يكون صفر، أما إذا كانت فإن ذلك يعني النتيجة سالبة والعلم يساوي واحد. يعني من أقول العلم العلامة هذا إذا كان واحد يعني النتيجة شنو؟ يعني النتيجة شنو؟ سالبة. لذلك فإنه تساوي محتويات آخر بت في النتيجة، يعني نفسه النتيجة حسابية آخر بت من عندها هو نفسه. إذا واحد واحد، إذا صفر صفر، وأنا مجرد أنه شفته واحد يعني عمل ناتج سالب، إذا شفته صفر يعني ناتج موجب. طبعا هذا بالمثال راح يتوضح لكم أكثر، هذا بالمثال بعد راح يتوضح لكم أكثر إن شاء الله. علم الصفر هذا يحتل مرتب D6 من مسجل الأعلام للدلالة على ناتج آخر عملية حسابية. فإذا كانت تساوي صفر يعني لما الناتج كله صفر يعني نتيجة الحسابية عملية النتيجة صفر أو المنطقية فهذا يكون واحد، وإذا كانت النتيجة بها واحدات وصفارة فهذا يكون العلم صفر بغض النظر عن النتيجة سالبة أو موجبة. من يشوفه واحد يعني النتيجة صفر من الجيمها، خلاص النتيجة صفر مثل ما قلت لكم يعكس العملية. هذا العلم المحمول المساعد، هذا شنو موقعه؟ D4 من مسجل الأعلام. هسه D7 منو؟ علم العلامة. D6 منو؟ علم الصفر. D4 منو؟ اللي هو علم المحمول المساعد Auxiliary Carry Flag. هذا البيت واحد، يعني إذا أنا جمعت رقمين وأكو حمل من المرتبة D3 إلى يعني مثلا شو الصفر باليد واحد،
في البليت جاي وين للديفور، فهذا يكون واحد، وبالعكس يكون صفر. هذا يستخدم يقول لك العلم داخليا. وطبعا ما نقدر نغير تسلسلات إعاز البرنامج بإعاز القفز اللي راح ناخذه بعدين، ما نقدر نغيره. هيا شفتوا هذا، هاي النتيجة، هاي نجمع رقمين. فإذا كان هذا الرقم الرابع اللي هو عنده حمل هنا، يعني اكو باليد صار على الرقم الرابع الخامس العفو، فهذا يكون واحد، هذا يكون واحد. راح نجي الى البارتي فلاج. بارتي فلاج اذا كان اخر نتيجه حسابيه او منطقيه قام بها المعالج تحتوي عدد زوجي من الواحدات، يعني عندي طبعا انا تطلع لي نتيجه 8 بتات لان اتعامل ويا 8 بتات كله 8 بتات. نحسب مثلا عندي 5 واحدات وثلاث صفاره، اذا ايش قد عدد الواحدات فردي؟ اذا هذا الشيء يكون صفر. اذا كان يحتوي على عدد زوجي من الواحدات يكون واحد. باعوا مثلا في المركم البيانات 101 00011، ايش كم واحد؟ 1 2 3 4. إذا علم التشابه هي إيش قد يكون؟ 1 إذا كان عدد الواحدات زوجي، مع علم إنه قيمة البيانات هي فردية، العدد هذا فردي بس إحنا ما ندخل عدد الواحدات اللي بيه. علم المحمول هذا المرتبة يحتل دي صفر اللي هو أول مرتبة من سجل الأعلام. هذا إذا كان أكو عندي آخر بت من النتيجة أكو استعارة أو أكو حمل، فهذا يكون واحد. نعم. راح نجي إلى مثال ناخذ إن شاء الله. راح نشوف شلون. بالتفصيل ما أخذت لكم المثال آني. اكتب محتويات الأعلام السابقة بعد إجراء عملية جمع الرقمين. 77H من اكتب 77H، يعني هذا هكساديسيمال، يعني بالنظام السداسي 10، بالنظام السداسي 10، و A5H بالنظام ايضا السداسي 10. طبعا احنا كاتبت لكم اياها في الصور 26 هاي، بما انه عملية الجمع اي عملية حسابية او منطقية مثل ما قلت لكم الحاسوب ما يفتهمها اذا ما تتحول الى اصفار وواحدات. فبهاي الحالة الرقم الأول نحوله إلى 8، ناخذ أول شيء 7 نمثلها بأربع بتات، والسبعة الثانية نمثلها بأربع بتات، صاروا 0111 0111. والأي 5 أيضا نفكها، الأي 1010 و0101. النتيجة راح نجمع 110 carry 1، 110 carry 1، 1111 carry 1. هنا أنا بعد ما عندي حمل، 1 0 1 0 1 0 carry 1 0 carry 1 0 carry 1. إذا هسه أكو عندي حمل carry 1 أخير شيء باعوا، لأن هنا أنا 1 1 1 0 carry 1. ركزوا وياي، 1 0 1 1 1 0 carry 1 يطلع 1 1 0 carry 1، 1 0 1 1 0 carry 1. إذا أكو carry. راح نجي إلى العلم الأول، النتيجة لا تساوي الصفر. إذا فعلم أول شيء راح نجي على علم الصفر، إذا النتيجة هل هي صفر أو لا؟ لا. إذا علم الصفر رأسا إيش راح يساوي؟ صفر. علم الصفر يساوي 1 إذا كانت النتيجة صفر. آخر بيت في النتيجة شنو؟ صفر. إذا النتيجة موجبة لو سالبة؟ موجبة. إذا علم العلامة شو يساوي لي؟ صفر. علم الإشارة، علم الإشارة عبارة عن آخر بت، عبارة عن آخر بت مو الحمل، أنا عندي حمل 1. علم الإشارة يساوي آخر بت، إذا كان صفر وأسن صفر، إذا كان 1 وأسن 1. زين، أنا آخر بت صار عندي حمل مثل ما قلت لكم 0 carry 1، إذا علم الحالة، عفوا علم المحمول شو يساوي لي؟ 1. علم المحمول شو يساوي؟ 1. النتيجة 1 2 3 عدد فردي من الواحدات، إذا
العلم التشابهية أو التكافؤ شو يساوي لي؟ صفر. هذا يساوي واحد إذا كان عندي عدد زوجي من الواحدات، عدد زوجي من الواحدات. زين، راح نجي هسه، راح نجي البت الرابع اللي هو صفر صفر. احنا من راح نجي هسه نجي واحد واحد صفر كاري وان، صفر كاري وان، وان كاري وان، راح ينزل واحد، راح يدي هذا واحد. هل اكو حمل او اكو واحد من البت الرابعه الى البت الخامسه؟ كلا. اذا ما عندي حمل، اذا علم المحمول المساعد شو يساوي لي؟ صفر. علم المحمول المساعد، المحمول المساعد شو يساوي؟ صفر. شو يساوي؟ صفر. واضحة؟ الآن راح ناخذ مثال آخر. افحص محتويات مسجل الأعلام بعد إجراء عمل جمع، عملية جمع العددين. هو أصلاً منطيتكم العددين. نعم. واحد واحد صفر كاري وان، وان صفر صفر صفر، واحد واحد صفر كاري وان، هنا أنا أكو عندي وان، واحد واحد صفر، واحد 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 كاري وان، واحد واحد صفر كاري وان، وينزل الون الأخير والصفر. هذا النتيجة، ماكو عندي حمل أخير. النتيجة أول شيء علم الصفر شنو؟ النتيجة ما بيها صفر، إذا علم الصفر صفر، النتيجة يعني بيها واحدات مو كلها صفارة. آخر بت بالنتيجة هو سنساوي علم الإشارة، العملية موجبة. راح نجي ماكو عندي حمل من آخر بت، وأسن طلع صفر صفر صفر، ماكو عندي حمل. ديش ما كان اكو حمل من قبله فصار عندي، فاذا ما عندي حمل، فاذا علم المحمول يساوي ايضا صفر. راح نجي هنا، احنا قلنا واحد واحد صفر باليد واحد، واحد صفر صفر صفر، واحد واحد صفر باليد واحد، اذا اكو باليد من البت الرابعه الى الخامسه، يعني من النصف الاول كانه النصف الثاني اكو عندي حمل، فاذا علم المحمول المساعد شو راح يساوي بهالحاله؟ واحد. علم المحمول المساعد راح يساوي واحد. هذا هو مسجل الأعلام، هذا هو مسجل الأعلام أو مسجل الحالة. خمس ب خمس أعلام اللي هي المهمة عندي، خمس أعلام اللي هي المهمة. النتيجة مثل ما قلت لكم، علم الصفر، علم الإشارة اللي هو نفسه آخر بت، والحمل اللي يكون من البت الأخير اللي هو علم المحمول، والنتيجة تحتوي عدد فردي من الواحدات، فالعلم التشابهية أو التكافؤ هنا ايش قد عندي؟ واحد اثنين ثلاثة واحدات، إذا عدد فردي، إذا علم التشابهية شو يساوي؟ صفر. يساوي واحد إذا كان عندي عدد زوجي من الواحدات، عدد زوجي من الواحدات. هنالك حمل من النصف الأول يعني من البت دي 3 إلى البت 4، فعلى المحمول المساعد يساوي واحد، على المحمول المساعد يساوي واحد. نعم. الآن عندي تمرين، هذا المطلوب تحلوه، رجاء أعطيكم واجبات، أعطيتكم أول محاضرة يمكن واجب أن تحلوا لي الاختبار البعدي، تحويلات الأنظمة وما حد حلها، ماكو أي طالب حل. رجاء هذا التمرين أريده تحلوا لي إياه وتبعثوا لي إياه على الواجب البيتي بالكلاس روم، سواء تكتب طباعة، طباعة العفو بالوورد، سواء تكتبه بورقة وقلم وتبعث لي إياه، يعني أريد الحل مثل ما أني فصلته هنا لي. مثل ما اني فصلته هنا بس بالاعتماد على نتيجه هذا. يعني انا ايش بطيتكم؟ اذا كانت محتويات الماركام في المعالج الدقيق بعد تنفيذ العمليه الحسابيه هي، يعني منطيتك هذا الناتج نفسه، يعني منطيتك الناتج وسن، بس طبعا يختلف عن هذا في الاعلام تختلف، فمنطيتك الناتج، فبس اريد حاله مسجل اعلام، يعني مسجل الاعلام. الآن راح نجي إلى المسجل الثالث. احنا قلنا أول مسجلات اللي هي العامة اللي هي البي والسي والدي والإي والإتش والإل، واضحة؟ وقلنا اكو عندي مسجلات خاصة ديديكيتد ريجسترز اللي هي أول شيء أخذنا الموكم. الموكم يعتبر عام ويعتبر خاص، هو سكرتير المعالج ما إلى تصنيف يعني. وأخذنا مسجل الحالة، هذا يعتبر خاص، ما نقدر المسجل المستخدم ما يقدر يكتب به او يقرا
من عنده. عداد البرنامج، عداد البرنامج. مهمة احنا قلنا المعالج هو شنو؟ يجيب الأوامر منين؟ من الذاكرة، واحد ورا الثاني حتى ينفذها. زين، طبعا المعالج لازم عنده عنوان بالذاكرة، يروح يجيب من عنده البرنامج. العنوان اللي بيه البرنامج أول يعاز وين ينخزن؟ في عداد البرنامج. دائما أول عداد يروح يجيب إذا الإيعاز، عنوان الإيعاز أو عنوان البرنامج، الإيعاز اللي بيه البرنامج اللي موجود وين بالذاكرة؟ وين ينخزن؟ بعداد البرنامج. راح يفهم المعالج أنه الإيعاز اللي هسه صار دوره بالتنفيذ هو شنو؟ الآن موجود بالعداد. زين، من كل ما يجيب المعالج إيعاز، كل ما يعني الناقل البيانات يروح على العنوان اللي موجود وين، يعني المعالج عنده برنامج وين مخزون؟ بالذاكرة. البرنامج إذا عبارة عن مجموعة منين؟ للإيعازات. جاب الإيعاز الأول. زين، أول شيء العنوان الإيعاز الأول وين يكون؟ في عداد البرنامج اللي هسه لازم عنده الدور بالتنفيذ. وين موجود؟ عداد البرنامج. زين، المعالج دز العنوان اللي موجود وين؟ بعداد البرنامج، دز على ناقلة العناوين. إجال الإيعاز وين؟ إجاله الإيعاز عبارة عن بيانات 8 بتات مخزونة بالرفوف. وين تجي ناقلة البيانات؟ تجي للمعالج. أوتوماتيكيا العداد يزيد واحد حتى يحضر نفسه للإيعاز الثاني. زين، كمل تنفيذ الإيعاز الأول، راح جاب الإيعاز الثاني. أيضا ناقلة العناوين أخذت العنوان اللي موجود وين؟ بالعداد البرنامج. واحد جابت العنوان البيانات من الذاكره اللي هو الايعاز الثاني، راح للمعالج، اوتوماتيكيا عدد البرنامج زاد مره اخرى، وهكذا. اذا كل ما اجيب ايعاز هو تلقائيا يزيد من تلقاء نفسه. وقبل ما يتم، اول ما تجيب الامر من الذاكره او الايعاز من الذاكره هو مباشره يزيد قبل ما يبدي تنفيذه حتى يتحضر. تنفذ هذا يروح يجيب الثاني ويزيد وهكذا. إذا هي هاي العملية كلها تتم متتالية، زائد 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 إلى عنوان. طبعا أكو عندي إيعازات، إيعازات مثلا إيعاز القفز هو يزيد واحد واحد، بي سي زائد واحد، بي سي زائد اثنين، يمشي واحد اثنين ثلاثة أربعة، إلا إذا جاء مو مثلا وصل بي سي زائد، مثلا وصل في المكان جاب الإيعاز، جاب الإيعاز وحطه وأيضا زاد نفسه بواحد. لما نفذ الإيعاز المعالج شاف أنه هي هاي عملية قفز، قفز إلى عنوان ذاكرة جديد، مو متسلسل، عنوان ذاكرة بعيد، قفز يعني قمز. فبهالحالة وأسن اللي موجود بالعداد البرنامج راح ينلغي وينضاف للعنوان الجديد اللي صار القفز إليه. طبعا هاي إن شاء الله راح ناخذها بموضوع الإيعاز القفز. المهم يعني هو دائما عداد البرنامج يخزن عنوان الذاكرة اللي موجود بها الإيعاز اللي عليه الدور بالتنفيذ. مجرد أنه هذا الإيعاز صار عندي موجود بالمعالج قبل ما ينفذه، العداد زاد واحد. عدد بتات، هذا العدد دائما تساوي عدد بتات مساوي العناوين. ليش؟ لأن احنا نخزن به عنوان ذاكرة، وعنوان الذاكرة هي على ناقلة العناوين اللي هي تعتمد على حجم الذاكرة اللي عندي اللي بهالمعالج هي 16 بت. طبعا مثل ما قلت لكم يمكن تصنيف هذا العداد على انه من المسجلات الاغراض الخاصه للكيتد ريجسترز، ما نقدر نتحكم به محتوياته، ما نقدر نخزن به، او مجرد هو مبرمج انه يجيب الايعاز اللي عليه الدور بالتنفيذ. اعيده، عداد البرنامج يخزن عنوان الذاكره اللي بها الايعاز اللي راح ينفذه، الذي سوف ينفذه المعالج. اذا المعالج دز العنوان وين حطه؟ بعداد الذاكره، عفوا عداد البرنامج عند العنوان. فالعنوان شندس مال البرنامج، الإيعاز الأول عند عنوان الإيعاز الأول موجود بالبرنامج اللي موجود بالذاكرة. دز العنوان وين؟ دز على ناقلة العناوين، راح للذاكرة، ناقلة العناوين راح وين؟ للذاكرة. جاب الإيعاز. الإيعاز طبعا عبارة عن 8 بتات لأنه مخزون الذاكرة 8 بتات، العنوان 16 لكن مخزون الذاكرة اللي موجود بالرف هو 8 بت. جاب الإيعاز وين؟
وجع عن طريق ناقلة البيانات للمعالج اوتوماتيكيا قبل ما ينفذ المعالج، زاد العداد بي واحد ويظل يزيد واحد واحد واحد. إذا لما ينفذ الإعازة القفز رأسا ينشطب اللي متسلسل بي وينحط الإعاز العنوان الإعاز الجديد، عنوان المكان الجديد اللي تروح له. زين، هسه احنا عرفنا عداد البرنامج راح جاب الإعاز من الذاكرة. الإعاز لما نجيبه من الذاكرة المعالج وين يحطه؟ مو رأسا ياخذه، يحطه بمسجل عنده. هذا المسجل يسموه مسجل إعاز، مثل ما قلنا هو 8 بتات، يعني الإعاز 8 بتات، لأن هذا المعالج أبو 8 بتات. هذا مسجل وفاكك شفرة الأوامر، طبعا أيضا هذا من المسجلات الخاصة، أيضا من المسجلات الخاصة. مثل ما قلنا فالمعالج اي مثل ما قلنا وحده المعالجه المركزيه تصل عنوان المخزون مثل ما قلنا في معلاج البرنامج الى الذاكره عن طريق ناقله عناوين. الذاكره ترسل البايت اللي هو الايعاز المخزون اللي هو 8 بتات عن طريق ناقله البيانات الى المعالج. زين، فمن ينحط بالمعالج وين حينحط؟ احنا قلنا مسجل الايعاز. زين، اي مثل ما قلت لكم اي برنامج اي ايعاز اي عمليه بالمعالج لازم تتفكك الشفره مالتها، يعني الايعاز موجود اد مثلا، فاذا هو لازم ما يفتهم شنو اد، ما يفتهم جمع، اذا لازم يتفكك. زين، يتفكك، منو عندي يفكك الشفره مالته حتى يفتهم انه هاي عمليه جمع؟ فاذا اكو عندي مسجل فاكك شفره الاوامر instruction register add decoder instruction register add decoder. هذا هو، مو مثل ما قلت لكم شوفوا مو ينخزن بمسجل اوامر، طبعا هو 8 بتات مثل ما قلنا. زين، 8 بتات وين يروح؟ على فاكك شفره الاوامر، فاكك شفره الاوامر. طبعا كلها يتم بالطبع مساعدة وحدة التحكم وحدة الحساب والمنطق، طبعا كلها يتم تحويل بيانات الإعاز إلى إشارات معينة حتى يفهمها المعالج لتنفيذ العملية المطلوبة. إذا واضحة، مسجل الأوامر متعلق بفاكك شفرة الأوامر من اسمه، هذا يخزن المسجل اللي البايت اللي جاي الإعاز الجاي منين؟ من الذاكرة ينخزن به. إذا بعد ما ينخزن به ويروح إلى فاكك شفرة الأوامر حتى يفك الشفرة حتى تبدي العملية. نعم، مؤشر المكدس، مؤشر المكدس هو هذا المكدس مجموعة من المواقع المتتالية في الذاكرة اللي يمكن الوصول إليها من أحد طرفيها. يعني يتم به نخزن ناخذ مثلا مجموعة من المواقع المتتالية بالذاكرة ويخزنها في مثلا تبقى يعني شلون نأشر على مجموعة معينة إلها بداية وإلها نهاية. هذا يخزن حتى اللي يريد أنه يحط بها بيانات ومعلومات مهمة حتى إذا احتاجها ويسترجعها مرة ثانية. طبعا أكو تنسيق بين المكدس وعنده بيه مؤشر. زين، مسجل مؤشر المكدس اللي هو الستاك بوينتر يحتوي عنوان آخر مكان تم التسجيل فيه في هذا الجزء، لذلك فإنه طالما سيحتوي على عنوان فلا بد أن يكون طبعا، لأنه احنا بدنا نخزن به مجموعة من عناوين الذاكرة، مجموعة من مواقع الذاكرة، فإذا لا بد وأن يحتوي هو عناوين ذاكرة، فإذا 16 بت، إذا 16 بت مالته. طبعا هي تعتبر مواقع الذاكرة هذه، لأن هو يحدد في مجموعة تكون مكدس لها مؤشر لها عداد تكون اللي يخزن بها البيانات حتى لحين الحاجة إليها، فإذا هي تعتبر بصورة مؤقتة، تعتبر بصورة مؤقتة. وراح نجي نشوف إن شاء الله إعازاته، مثلا بداية تحديد بداية المكدس هذا LXISP، هذا هو الإعاز مالته، تحديد بداية المكدس. أكو عندي سجلان مؤقتان، كل منها سجل مؤقت هي W وسجل Z، طبعا كل واحدة 8 مراتب. هذولا خلال تنفيذ البرنامج يخزنون النتائج بس ما يبقون، من اسمهم مؤقتين طبعا هو بشكل داخلي.
أيضا ما مقدر ليس بمقدور الشخص المبرمج الإشارة إليها في البرنامج، هي تعتبر من النوع الغير قابل للبرمجة، النوع الغير قابل للبرمجة. هذا هو الحد الأدنى من السجلات في كثير من شرائح المعالج، الحد الأدنى من السجلات في كثير من شرائح المعالج. هياته راح نشوف هذا مسجل الأعلام، هذا اللي قلنا عليه. هياته علم الصقل، هذا اس اف علم الإشارة اللي هو قلنا يساوي آخر بت، إذا واحد واحد، إذا صفر صفر. علم الصفر اللي هو إذا كان الناتج كله صفارة فهذا الشيء يكون واحد، هذا don't care نسميه، يعني هذا ما يأشر على فد شيء معين. اتش سي هذا علم المحمول المساعد اللي قلنا إذا أكو باليد من النصف الأول إلى النصف الثاني، في الأول إلى النصف الثاني. أيضا هذا don't care، هذا علم التشابهية أو التكافؤ، إذا عدد الواحدات زوجي فهذا الشيء يكون واحد، إذا عدد الواحدات فردي بالناتج أنا كله داحشي ناتج يكون هذا صفر. وعلم المحمول اللي يكون حمل من البت الأخير الناتج العملية، إذا أكو آخر شيء يبقى باليد فهذا يكون واحد. يجي ورابعه مسجل الموكم، هذا 8 بت، هذا 8 بت. شوف هاي المسجلات العامة اللي هي البي والسي والدي والإي والإتش والإل، راح تكون 8 بت 8 بت 8 بت 8 بت 8 بت 8 بت، وقلنا يمكن أن ندمج اثنين حتى يكونوا سجل مزدوج أو 16 بت. عداد البرنامج اللي هو البروجرام كاونتر اللي قلنا يخزن عنوان الذاكرة، عنوان العفو الإيعاز بالذاكرة اللي يكون عليه الدور بالتنفيذ، وقلنا يزداد بصورة متتالية. مؤشر المكدس اللي هو ستاك بوينتر اللي قلنا مجموعة من المواقع بالذاكرة يخزن بها المعلومات حتى يرجع لها مرة ثانية إلى مؤشر هذا. مسجل الأوامر اللي قلنا كل إيعاز يجي من الذاكرة يكون 8 بت، لأنه البيانات الموجودة بالذاكرة هي 8 بت، عنوان الذاكرة 16 بت، لازم نفرق بين العنوان والموجود داخل الذاكرة. مسجل الأوامر فالإيعاز من يجي ينحط وين بمسجل الأوامر. إذا هاي المكونات المعالج، قلنا أول شيء السجلات نقسم إلى عامة وخاصة، عامة ممكن أنه أتحكم بها، الخاصة لا يمكن أتحكم بها. مسجل الموكم اللي هو سكرتير المعالج، مسجل الحالة اللي هو أغراض خاصة، عداد البرنامج يخزن عنوان الذاكرة اللي بها الإعاز اللي عليه الدور بالتنفيذ، والمكدس مؤشر المكدس اللي هو ستاك بوينتر اللي هو مجموعة من المواقع المتالية بالذاكرة يخزنها، يعني يأشرها، العفو يأشرها حتى يخزن بها المعلومات على مود يسترجعها، ومسجل الأوامر اللي يخزن الإيعاز. نأتي إلى المكون الثاني، مكونات المعالج اللي هو وحدة الحساب والمنطق. وحدة الحساب والمنطق هي القلب النابض للمعالج الدقيق، هي القلب النابض وحدة الحساب والمنطق، كل العمليات الحسابية والمنطقية، احنا مو نقول جمع وطرح وضرب وقسمة، كلها وين؟ عن طريق شفرات معينة تتم وين؟ وحدة الحساب والمنطق. فتقوم بهذه الوحدة بإجراء أشكال مختلفة، جمع وطرح عمليات منطقية، عملية AND أكيد أخذتوها بدوائر رقمية بالمرحلة الأولى، AND المنطقية اللي هي تسوي عملية و بين محتويات مسجلين، أو تقنيع محتويات أحد المسجلات، أو مقارنة محتويات مسجلين. طبعاً على الموكم أهم شيء تحتوي، لأنه هو يمثل المسجل العامل، مثل ما قلنا ريجستر أي، وفيه يتم، هذا طرقنا عليه، يتم كتابة تجهيزات البيانات والنتائج، من ثم يا أما نقلها إلى الذاكرة أو إلى أجهزة الإخراج. وحدة التحكم اللي هي Timing and Control Unit، طبعاً من الوحدات المهمة بالمعالج الدقيق، تسوي مزاملة، مثل ما قلت لكم كل العمليات تتم بمزاملة، تتم بأجزاء من الثانية احنا ما نحس بها، بنبضات ساعة ترددها 3 ميجا هرتز، وتوليد إشارات السيطرة اللازمة للتواصل بين المعالج الدقيق والأجهزة المحيطية ذاتيا. إذا كل العملية لازم تتم مثل ما قلت لكم بمعينة، تتم بمزاملة معينة تقوم بها وحدة التحكم. هذا كله اللي حكينا عليه مكوناته وشرحناه والشريحة مالته والأطراف هو المعالج AT85 3085. أكو عندي معالج آخر راح نتطرق له بصورة عامة، هو نفس تركيبة اللي هو Z80، هو نفس تركيب شريحة AT85، يعني
نفس المسجلات الأساسية اللي هو العداد البرنامج Program Counter مشفر الأوامر فاكك الشفرة مسجل التراكم وعدد من المسجلات العامة ووحدة الحساب والمنطق ووحدة التحكم. هيا ترى حنشوفها إحنا، هذا الحساب والمنطق، هذا فاكك شفرة الأوامر مسجل الأوامر، هذا المسجلات العامة مالته B C D E H L. راح نلاحظ عداد البرنامج، مؤشر المكدس، وحدة التحكم والتزامن. طبعا هذا بفر عازل بين يعزل هاي الوحدة الداخلية عن الخارجية. راح نلاحظ أول فرق عندي، هاي بعدكم عندكم بعض الاختلافات هذا. نعم، معظم مسجلات زد 8، فراح نشوف هاي تم مضاعفتها. تم مضاعفتها يعني المركم A1 مسجل حالة SR، مسجل حالة SR1 BB1 CC1 DD1 EE1 HH1 LL1، إذا كلها زادت 1. طبعا أنا من أزيد السجلات راح تزيد عندي السرعة عملية البرمجة. زين راح نشوف أكو مسجلين جديدة، اكو مسجلين جديدة. العفو، هاي IXIY هذا اللي ضافه المسجلين الجديدة اللي هي شنو؟ تستخدم بتعنونة او فهرسة عناوين مختلفة من الذاكرة. ايضا هذا طرق، مو قلت لكم انا كل ما نتطور كل ما المعالج يتطور كل ما طرق السجلات طرق العنونة كل شيء يتطور به. نعم، مسجل المقاطعة، هذا برنامج المقاطعة أي يخص الانترابت، احنا ما نريد نتطرق له بصورة قوية. المسجل R اللي هو تجديد المعلومات اللي هو DRAM يتعلق بالدايناميك رام، يتعلق بالدايناميك رام. هذا المسجل المقاطعة والمسجل R هذا الاطلاع، مسجل المقاطعة ومسجل R فقط للمعرفة، فقط للمعرفة IV وR. المهم هو هذا الفرق عنه، بس ما أريد أدخل بيكم. مسجل أعلام نفس الأعلام بس أكو عملية علمين العفو جديدة اللي هي العلم parity اللي قلنا عليه عدد الواحدات صار عنده P overflow P على O، فهو يستخدم كعلم تكافؤ بالإعازات المنطقية أو علم إفاضة، يعني صار النتيجة عملية الحسابية فائضة فيستخدم O، يصير عندي O، فهو يستخدم P على O. P بحيث عدد الواحدات بالإعازات المنطقية وبعملية الأند والأور والإكس أور، هاي تعتبر عملية parity P، بينما بالعمليات الحسابية يعتبر O. أضيف عمل علم العفو آخر اللي هو الN، يصبح N مع واحد، واحدا مع عمليات الطرح وصفا مع عمليات الجمع. إذا هذا راح نجي إعادة سريعة إلى هذا الزد 80، زد 80 راح نلاحظ شنو مالت الزيادة، أنه السجلات العامة ضعفت البي بي 1 سي سي 1 المركم الضعف مسجل حالة الضعف، لكن مسجل الأوامر بقى نفسه، المكدس بقى نفسه، عداد بقى نفسه. انضاف عندي سجلين جديدة اللي هو الفهرسة IX IY تستخدم لتعنونة طرق عنونة ذاكرة مختلفة الفهرسة المعنونة، وعندي وحدة التحكم والتزامن نفسها، وحدة الحساب والمنطق نفسه. اكو عندي سجلين اخر ايضا انضاف اللي هو الانتربت فيكتور ومسجل R اللي يستخدم هو مسجل تجديد المعلومات. مجرد هذا المسجلين الثلاثة والأربعة مجرد حفظ الاسم، حفظ الاسم فقط هذول، والباقي مطلوبة، الباقي مطلوبة، يعني هاي مضاعفتها هاي مطلوبة وخامسا أيضا مطلوبة، لكن بس ثلاثة وأربعة فقط تعرفون اسمها، اسمها المسجل R سجل تجديد المعلومات، والمسجل المقاطعة interrupt vector. العلم P اللي قلنا الباريتي لعدد الواحدات صار P O، بالإعازات المنطقية يستخدم ك P والإعازات الحسابية يستخدم ك O.
هسه نجي الاختبار البعدي، يتكون المعالج الدقيق من شقد سجلات عامة؟ احنا قلنا بي وسي دي اي اتش ال، اذا 6 سجلات عامة. سجل اعلام هو من السجلات، قلنا ما نقدر نغير بيه، هو يصف كنشوة اخبارية، اذا هو سجلات خاصة. السجل بي هو من السجلات العامة. السجل يخزن عنوان الإعاز الذي عليه الدور في التنفيذ، منه عداد البرنامج بي سي بروجرام كاونتر. السجل هو سجل تجديد المعلومات، اذا السجل منه ار، مثل ما قلت لكم هذا مطلوب حفظ اسمه. اضيف علم الى سجل الاعلام مقارنه بالمعالج الدقيق 8085، هو العلم ان لو اس لو زد لو سي، علم ان هذا بعمليات الطرح واحد وعمليات الجمع صفر. حياته عمليات الطرح واحد وعمليات الجمع صفر. إذا هذا هو السجل، مكونات المعالج الدقيق، سجلات عامة وسجلات خاصة. سجلات عامة 6 بي سي دي اي اتش ال، أقدر أندمج كل اثنين بحيث يصيرون 16 بت. هاي لأنه أني هذا لأنه أني هذا ال 8085 يتعامل مع 8 بت. وأقدر أدمج اثنين مثل ما قلت لكم حتى يصيرون 16 بت. عندي سجلات خاص، عندي سجل المركب اللي هو سكرتير المعالج، كل عملية لازم يكون هو طرف منها. أي شيء أجيبه من الذاكرة ينحط بي، أي شيء أجيبه من روابط الإدخال ينحط بي. أي ناتج العملية الحسابية وين يروح؟ بي، ينخزن بي قبل ما يروح للذاكرة وقبل ما يروح إلى بوابة الإخراج. هذا هو الأكيوموليتر، مسجل حالة اللي مثل نشوة أخبارية. ناتج العملية بي عندي 5 أعلام مهمة، علم الإشارة نفسه آخر بت. إذا أكو حمل من البت الأخير راح يساوي 1. إذا عندي عدد، إذا كل الناتج صفارة يساوي 1، أكو علم بي يساوي 1. أكو علم الصفر، علم المحمول، علم العلامة، وعلم المحمول المساعد. إذا أكو باليد من النصف الأول، يعني من البت الرابع إلى البت الخامس، هذا يكون 1. وعلم التشابهية أو التكافؤ، عدد الواحدات الزوجي يكون 1، وهكذا. عدد الواحدات الفردي يكون 0. منطيتكم مثالين والتمرين مهم جدا عليه درجات وجاء يعني. عداد البرنامج مثل ما قلنا المعالج يريد يروح يجيب إعاز وين موجود بالذاكرة في عنوان معين. يريد يروح العفو ينفذ برنامج، البرنامج مجموعة من الإعازات. إذا شلون يروح يجيب الإعاز الأول؟ ينحط العنوان الإعاز اللي راح ينفذه وين؟ بعداد البرنامج يروح يجيبه. طبعا الإعاز مكوناته 8 بت، تنحط على ناقلة البيانات، ترجع للمعالج. رأساً عداد البرنامج يزيد 1، يتحضر للدور الثاني، ينفذ هذا، يروح تالي يدز العنوان أو يدز اللي موجود بعداد البرنامج. بعد الزيادة أيضاً يحطه على ناقلة العناوين ويروح يجيبه. بناقلة البيانات أيضاً يرجع وين؟ للمعالج. مباشرة يزيد 1 إلى أن تجي له إعاز القفز أو إعاز التوقف. إعاز القفز أو إعاز التوقف. القفز يخلي اللي موجود بيه يصفر وينحط العنوان الجديد اللي لازم البرنامج يقفز إليه. هذا طبعاً راح نشوفه إن شاء الله بالتفصيل. عداد البرنامج بما أنه يحتوي على عنوان فإذا هو 16 بت. من جاب الإعاز بالمعالج وين حاط؟ بمسجل الإعاز. ومسجل الإعاز وين يروح؟ على فاك كشوفة الأوامر حتى يفتهم، وهذا الحساب المنطق اللي بالمعالج حتى تفتهم شنو العملية اللي هسه راح يسويها. ومؤشر المقدس اللي هي قلنا شنو؟ مجموعة من المواقع المتتالية بالذاكرة يخزن بها المعلومات حتى يرجع لها، يسترجعها مرة ثانية. طبعا اكو في التنسيق بين المقدس ومؤشره. مسجل مؤشر المقدس يحتوي على آخر موقع أو آخر مكان عنوانه تم التسجيل فيه، بما أنه هو هم الذي يخزن عنوان ذاكرة، إلا أنه يخزن عناوين ومواقع متتالية بالذاكرة. إذا هو مؤشر المقدس بي 16 بت. بي 16 بت. واكو سجلين مؤقتين اللي هي زد والدبليو، هاي ما ممكن الإشارة إليها بالبرنامج لأنه ما تكون غير قابلة للبرمجة، وإنما تخزن البيانات أثناء عملية تنفيذ البرنامج، طبعاً شكل داخلي من قبل المعالج. وهذا هو الحد الأدنى للمسجلات. وهي الحساب والمنطق اللي هي تقوم قلب النابض للمعالج، اللي هي تقوم بالعمليات الحسابية والمنطقية، الـ XOR الـ و الـ أو الـ و العفو
اكس اور الاول حصريا، العمليات الضم انت، عمليات الاو اور، النوت النور، وهكذا. وحدة التحكم كل العمليات تتم تحت مزامنة تحت إشارات زمنية، تكون تواصل حتى بين المعالج الدقيق والأجهزة المحيطية به. قلت لكم هاي معالج الدقيق Z80، طبعا أساس تركيب الشريحة هذا نفس تركيب شريحة الـ 8085، لكن الفرق شنو؟ أنه عدد السجلات العامة شفتوها ضعفت BB1 CC1، العداد البرنامج نفسه، مؤشر المكنس نفسه، مسجل الأوامر نفسه، فاكك الشفرة نفسه، وحدة الحساب والمناطق منطق نفسها، بس الماركم أي صار أي 1 وياه، يعني مو هو ضعف. مسجل الحالة أيضا ضعفت، وهكذا. وحدة التحكم والتزامن نفسها. راح نلاحظ أكو اثنين، مسجل الفهرسة أي إكس ومسجل الفهرسة أي واي، هاي اللي عنوان طرق عنوان الذاكرة مختلفة، اللي هي إن شاء الله بعدين راح تعرفون انه عنوان المفهوسة شنو، لكن هي اضافت طرق مختلفه لعنونه الذاكره. وايضا اكو عندي انضاف لمسجل اي في انترابت فيكتور اسمه مطلوب، مسجل ار، مسجل تجديد الاوامر دي رام ايضا مطلوب، علم العلم طبعا هاي كلها مطلوبه مثل ما قلت لكم، بس هاي ثلاثه واربعه فقط الاسم. مسجل اعلام نفس الاعلام السابقه، نفس الاعلام السابقه، لكن العلم P صار P O، يعني العلم التشابهية أو التكافؤ اللي هي عدد الواحدات صار P O، وحيكون P بالإعازات المنطقية و O بالإعازات الحسابية، وأضيف علم N اللي هو يكون واحد بعمليات الطرح وصفر في عمليات الجمع. إن شاء الله المحاضرة الجاية راح ناخذ مجموعة الإعازات، راح نبدي شلون نكتب L برنامج ونبدي بالإعازات إن شاء الله. وجاءنا القراءة، نلتقي يوم الأربعاء إن شاء الله على موعد المحاضرة 10:30 صباحا، حتى إذا عندكم أسئلة على هاي المحاضرة أو محاضرة سابقة أو أي محاضرة. شكرا جزيلا.